السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو فغادي نديرو لا بارير الفيولو كابيلار طبيعة الحال لا ريسبيراسيون غروند فونكسيون اس 5. في الفيديوهات اللي قبل شفنا الاناتومي، شفنا الشيء اللي قال الدجاج التنفسي ايتترا، بزاف الحوايج. دابا نشوفو لو ترونس لا مومبران ولا بارير الفيولو كابيلار باش نفهمو كيفاش تيدوز الاكسجين من الهواء من تاخذو ولا بلاصه من تاخذو وتيدخل للدم ديالك. المهم قبل ما نبداو غادي نشوفو نديرو رابيل ايتترا حوايج فواحد الانيماسيون زوينه هكا تفهمو مزيان البرانسيب ديال لا ريسبيراسيون و لي باز باش تفهمو بعدا هادشي خصنا نفهمو دي باز. المهم نخليكم دونك كيما كتشوفو معايا نشوفو دي باز على لا ريسبيراسيون. المهم نبداو بطبيعة الحال بالاناتومي كيما تشوفو كانتونومي و الهيستولوجي. هداكشي ساهل كيما تشوفو معايا، هادي هي الريه ديالي، هاهي الدور. المهم كدير في الواقع اي واحد عنده بحال هاد الرئتين، بطبيعة بنادم بطبيعة الحال عنده بحال هاد الرئتين او الرئتان كما تشوفوا معايا. مزيان ندوزو كما تشوفوا معايا، ف هاد لي ميسكل هادو اللي في العنق هنايا هادي تسمو دي ميسكل ايفاتور ديكوت، يعني تي تيزولك الضلع اللي عندك هنايا كوتلات كيتسموا سميت. المهم هما لي كوت، هذا كوت هذا كوت هذا كوت، وبينتهم تيكونوا دي ميسكول تيسموا دي ميسكول انتر كوستو اللي ما بين لي كوت. وهذا هو البوما تيكون مغطي بسميتو بطلعو بهاد لي ميسكول هادو ومخبي كما تشوفوا معايا. هذا الريا هو فوا ايريان انفيريور وهادو سوبيريور، يعني سوبيريور هما الفم والى اخره المنخار الفارانكس لارانكس خصوصا لارانكس فارانكس داخل في سميتو في التنفس. شفنا لا ديجيستيون كيفاش بان البلاصه اللي تدوز الماكله ماشي هي من تيدوز الهواء، دونك مختلفين. سي تريمي كما تشوفوا معايا، ها هو الهواء بيدخل هادي، هذا سبيروغرافي سبيروغراف تي تيسجل لك لا ريسبيراسيون. شفنا وشفنا انواع لي فونتيلاسيون القياس ديال كل واحد في الفيديوهات اللي قبل. المهم هادي انسبيراسيون وهادي اكسبيراسيون نطلق الهواء، وطبعا الحال بريسيون هذا التغيير كيلو باسكال، تكون كبيره في الانسبيراسيون وقليله في الاكسبيراسيون. مزيان ندوزو كما تشوفوا معايا هنايا، هذا اللي هنايا بنادم عنده بومون وعنده واحد الحاجه صفراء. هاد الصفراء هذا كل ميسكول اللي تسمى الديافراغم، الدور مهم ديالو في التنفس. شوفوا معايا فاش كنجر اش يطرى، تتوسع تتوسع القفص الصدري والريه تيتنفخوا، يعني درت انسبيراسيون. وهذا راه ستان فينومين اكتيف، يعني فاش تبي تطلع تنفس فراه خصك طاقه، ولكن فاش دير اكسبيراسيون الزفير فاش تخرج الهواء فراه تيكون باسيف، يعني ما تحتاجش طاقه. المهم تنطلقو شتي ترجع بوحدو الراس وترجع بحال هكا بنادم، نفس القضيه بحال هكا. انسبيراسيون تي خصها جهد الطاقه تنفخ، طلقتي راه تتسمى ديك اكسبيراسيون. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه هادي. ندوزو دابا للمومبران الفيلو كابيلار ونديطايوها مزيان. مزيان لا باريير الفيلو كابيلار اشنا هو؟ المهم اش ماشي تكون ايتترا، اهم حاجه تتكون هي المكونات ديالو، داكشي اللي تيدير كوم ديفينيسيون فهي المكونات كذلك هو الخدمه ديالو. المهم تتكون ليام بارونشيم بيلمونير، بارونشيم واحد الطبقه ديال الخلايا تتكون ليام ناش، تتكون ليام ديزالفيول بيلمونير الحويصلات الهوائيه اللي فيهم جوج ديال لي تيب ديال لي سيلول، جوج ديال لي تيب. عندنا كنت نساو هاد جوج ديال لي تيب مهمين بزاف، كاين برومونسيت دو تيب 1 اي برومونسيت دو تيب 2. دو تيب 1 تيكون بسميتو الدور ديالهم الحمايه سيتيغا 90% تيكون كثار بزاف، ولكن لي برومونسيت دو تيب 2 هادو هما اللي مهمين بزاف. علاش؟ حيت تيقادو ليا واحد الماده تسمى لو سيرفاكتون، بحال شي ما ولا زيت هي اللي تسمح ان الهواء يدوز للدم. هاد الماده مهمه اللي ما عندوش يمكنليش يتنفس. المهم وكاين دي تيسي كونجكتيف تاع الحال اللي فيه دي كابيلير سونغ، يعني فيه دي كابيلير سونغ ايتترا دي ميكوز ايتترا تاعو. تما تكونوا فهمتوا هاد لي ستركتور راه مهمين. وكما تشوفوا معايا هذا رسم ساهل ظريف تيبين لي لا كوش دو سيرفاكتون دي برونتي دو تيب 1 دو تيب 2. سي تري بيان. ندوزو الاهم حاجه اللي هي كيفاش غيتم ليا ونمشي تكون نقربو مزيان. كما تشوفوا معايا
فهنايا عندي واحد واحد لالفيول كيما اه ماما هاي القصبة الهوائية ماني زالفيول ديال بحال العنب بلونسيت. المهم قبل نديرو لهم كبير اتسيتيرا حنا درنا كبير ديال الحويصيلة وحدة يعني كنت سميتها الفيول وحدة. هاد الفيول هاديك كيما تشوفو معايا مشات تكون هاد الليمير ديال يعني اللوز ديالها كاينين دي كابيلاسيون كيما تشوفو معايا كاين كونجونكتيف اللي هنا كاين. المهم كاين بلونسي تيب 2 كيما تشوفو كوبيك بلونسي تيب 1 فراه مايا فراه تيكون على شكل بحال شي بونتوز بحال شي بونتوز. المهم اللي تيهمني هو هاد البلاصة هادي تندور عليها دابا انا هادي تتمني نجي لها كبير. فاش درنا لها كبير كيما تشوفو معايا فعندي لو سيرفاكتون السائل ديالي ضروري عندي برونوسيت دو تيب 1 هي اوكي انا برونوسيت دو تيب 2 المهم باغيير غير بيولو كابيلير دونك الدم تيدوز ليا الهواء باردون تيدوز ليا الاكسجين في لافيول تيكون الاكسجين وبيدوز ليا الدم يعني لهاد الكابيلير هادي السونغ دونك تيدوز عبر اش واحد القانون تسميه لوا دو فيك يعني لوا دو فيك تعتمد على برينسيپ دو بريسيون دونك تيدوز ليا الاكسجين من لافيول الكابيلير سونغ دونك هكا تيدوز. ولكن اللوا اللي تيخليه يدوز هو اللوا ديال البريسيون يعني ما تيخصناش انرجي تي تيخصنا اش تيخصنا لا بريسيون تسمى بريسيون بارسيال. المهم كما تشوفوا معايا ديفيزيون الفيولو كابيلير سي نون دو ديفيزيون. المهم كما تشوفوا معايا هو لي شونج ديال الغاز ما بين الفيول اي كابيلير سانغين بالطبيعه الحال كابيلير سانغين بزاف بزاف ديال سميتو كاين دي كابيلير سانغين معمرين تماي و تيت اوكسيجين الدم من بعد تيمشي للقلب القلب تيسيفطو لي زورغان باش بطبيعه الحال نديرو يعطيهم يزودهم بسميتو بالاكسيجين باش يديرو ميتابوليزم ديالهم الفيزيولوجي. المهم باساج دا ميليو غاز ان ميليو ليكيد دونك راه سميتو سي ان فينومين باسيف بطبيعه الحال يعني سولو ان غاديان دو بريسيون دونك بريسيون بارسيال بي اي. المهم كيف تشوفو معايا نديرو ميتال غادي تفهم مزيان. دابا عندي هنايا ديفيزيون ديال لو دو ديال الاكسيجين طبيعة الحال هادي لا الفيول بيلمونير اللي بالكحل هكا الخطوط هادو وهذا الدم عرق ولا كابيلير سونغ. المهم لا بريسيون في الكابيل في الفيول بيلمونير هنا تكون قليله كما تشوفوا معايا هذا لو سون طبيعة الحال كابيلير بي او تساوي يعني بريسيون ديال الاكسجين 100 مليمتر دو ميركور هذا ام ام اش هي مليمتر دو ميركور تقرا. المهم عندي 100 وفي العرق ديالي اش عندي جاي دابا الدم جاي ياك جاي في 40 عندي 40 في الدم دونك الاكسجين تيمشي طبعا الحال هي 40 ثاني بقى هي الدم ديما سميتو الغاز لي غاز عامه تي ديفيزيو يعني تيمشيو من البلاصه اللي فيها كثر للبلاصه اللي فيها قليل ديما لا جديتي بالون درتي ليه وركت عليه وطلقتي البلاصه اللي فيها الهواء كثير هي اللي بتمشي للبلاصه اللي فيها الهواء قليل. المهم ها هو الهواء تيدوز من لهنايا الاكسجين باردون بيدوز وبيدخل للعرق وبيخرج دي بيمشي لي زورغان بطبيعة الحال الدم غادي يمشي غتولي فيه 100 داكشي اللي دخل زادت واحد النسبة. المهم هاكا تطرا اش لا ريسبيراسيون سولون لوا دو فيك هاكا انسبيراسيون ندخلو الاكسجين فين بيمشي هاد الاكسجين اللي دخلناه بطبيعة الحال ماشي غير يمشي في الدم هي هاكا خصو يلصق في شي حاجة تيلصق في الكريات الحمراء كيما تشوفو معايا نفس المثال ترانسفير دو دو لالفيول جوسكا لا كومبينيزون افيك ليموغلوبين. ليموغلوبين واحد اللعيبات تيكونو في الكريات الحمراء بطبيعة الحال كيما تشوفو معايا نفس المثال اتسيتيرا الفيول بريسيون اوكسيجين اتسيتيرا هاي اش بي سي هيموغلوبين. المهم اش بي او 2 تيلصق في ليموغلوبين طبعا نشوفو من بعد دابا شويه اون ديتاي كيفاش كيلصق تما بالضبط. المهم فيزيون ديال سي او 2 دابا سي او 2 كيما تشوفوا معايا نفس المثال ها هو عندي لا الفيول بيلمونير ديالي لو سون غادي تيجري اي هو البريسيون ديال سي او 2 باش تكون كبيره في لا الفيول بيلمونير دونك الدم في سي او 2 باردون فغادي يخرج ليا من الدم كيزور اللي كبيره فيه لا بريسيون جات لا الفيول بيلمونير غادي يخرج يمشي في حاله سي تري بيان نتمنى تكونوا فهمتوا. ندوز دابا نشوفو كيفاش هاد القضيه ليموغلوبين سيتيرا كلي قلت لكم سي تري بيان. دونك كما قلت لكم نشوفو القضيه كيفاش تراكم. تشوفو معايا هنا في الفيول بيلمونير ها هي
هي بالزرق مكتوبة هنايا اير طبيعة الحال. دونك لارفيول تيدوز داك الاكسجين للدم، شوفوا معايا تيدوز بطبيعة الحال في الكريات الحمراء. شفناها لا بريسيون ديك الهضره، شفناها بحر، شفناها من ديتاي. حنا نشوفوا كيفاش يلصق في الكريات الحمراء. كما تشوفوا معايا هنايا هي تبدلات، هذه كرية حمراء ايمو ايماسي ولا ايريترو اي ريتروسيت سي تر سين غلوبيل روج. هي تدور عليكم هنا شوفوا معايا. المهم هذه فيها كما تشوفوا معايا الزيموغلوبين تمو ديزام ام ام ام، وكل كرية حمراء تلصق لك ربعة ديال لي موليكول ديال الاكسجين. فاش تلصقهم تلصقهم فوق لو فير لي بالصفر كما تشوفوا معايا. ها هو لو فير بالصفر هنا مكتوب اتوم دو فير، هو ديوكسيدين ديوكسيجين او 2 ماشي او او 2 اوكسيجين. سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوا هذه القضيه، والى اللقاء في درس اخر ان شاء الله.